بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نستكمل موضوع المشين ليرنينج اللي هو تعلم الآلة، وزي ما وعدناكم بدرس المشين ليرنينج إن شاء الله نحكي على اليوم على الديب ليرنينج. ديب ليرنينج اللي هو التعلم العميق أو التعلم بعمق، هذا من يعني من الدروس المهمة واللي الآن العالم مشغول في هذا الموضوع، لما له أهمية كبيرة جدا في الذكاء الاصطناعي. فنبدأ بالأجندة. الأجندة إن شاء الله for today، اليوم راح نتكلم على نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتعلم العميق، بنشوف التاريخ وعلاقته في الثلاثة بيلرز هذول. راح نحكي اليوم إن شاء الله نظرة عامة على التعلم العميق، بنراجع تعلم الآلة على السريع، بعدين نتكلم على العلاقة بين تعلم الآلة والتعلم العميق، ولماذا التعلم العميق؟ وإيش الدوافع behind التعلم العميق؟ راح نأخذ أمثلة اليوم على تنفيذ التعلم العميق، على يعني أمثلة أين يطبق التنفيذ العميق. بعدين نحكي على الخلايا العصبية البيولوجية، نحكي على شبكة الأعصاب الاصطناعية، نعطي عليها أمثلة، ونوضح العلاقة بين الثنتين، ونشوف الشبكة العصبية متعددة الطبقات، ونشوف كيف نظام رؤية اللي بصير بالدماغ، كيف يعمل نظام الرؤية بالدماغ، وما علاقته بالخلايا العصبية، وما علاقته بالتعليم على العميق أو التعلم بعمق. نشوف الخوارزميات اللي لها علاقة بالتعلم العميق، وإن شاء الله نأخذ أمثلة على بلغة بايثون على Very Simple Neural Networks أو الشبكات العصبية الاصطناعية السنجل وال One Multi Layer على لغة بايثون، بلغة بايثون. بعدين في ريفرنس ان شاء الله وي ريفير تو. لان الذكاء الاصطناعي موضوعه بدا طبعا بالخمسينات او بجزء حتى بالاربعينات، وامتد يعني من هذاك الوقت الى الان، والناس بيطوروا على موضوع الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس. في الثمانينات بدأ واضح موضوع المشين ليرنينج، وبدأ اهتمام كبير جدا في المشين ليرنينج لما صار في حواسيب كثيرة وصارت السرعة تزيد وفي ميموري كبيرة والحكاية كله. والديب ليرنينج اللي هو جزء من المشين ليرنينج اللي هي أصلا جزء من الارتفيشال انتليجنس. الديب ليرنينج ظهرت تقريبا عام 2005 2006، بدأت تظهر بشكل أفضل وبشكل أوضح نظرا للتقدم التكنولوجي في الهاردوير، من وجود سي بي يوز سريعه وجي بي يوز جرافيكال بروسيسنج يونتس، وترسيخ مفاهيم الديب ليرنينج. فهذا تقريبا هيك كويكلي الهيستوري للارتفيشال انتليجنس. طبعا زي ما انتم شايفين انه الديب ليرنينج هو لونج مع الاذر ميثودز في المشين ليرنينج، هو جزء من المشين ليرنينج، والمشين ليرنينج هو واحدة من أهم البيلرز في الارتفيشال انتليجنس. الآن تعريف التعلم العميق، التعلم أو التعليم العميق. التعلم العميق هو نوع خاص من التعليم الآلي الذي ينطوي على مستوى أعمق من التعلم الآلي. هلا كلمة أعمق راح ندخل فيها في التفصيل ونشوف شو ما معنى بالضبط عميق، ولماذا سميت عميق. طبعا هذا التعليم العميق فعال جدا في المهام المعقده مثل السنتمنت اناليسز والكمبيوتر فيجن، رؤيه الكمبيوتر والتحليل النصي او المشاعري للنصوص. والتعليم العميق هو تقنيه التعلم الالي الذي يعلم اجهزه الكمبيوتر للقيام باعمال وحل المشكلات بشكل يحاكي التعلم عند الانسان. راح نتكلم بشكل تفصيلي على هذا الموضوع، ونشوف شو علاقة النيورال نتوركس الموجودة في دماغ الإنسان اللي هي خلايا العصبية في التعلم العميق. وهذا كله بسيط عن طريق الأمثلة. أجين نعطي أمثلة للكمبيوتر بتعلم عليهم زي ما شفنا بالدرس السابق بالماشين ليرنينج، كيف نعطي أمثلة للماشين ليرنينج وكيف يتعلم حتى نستطيع التنبؤ بقيم جديدة. يمكن لنماذج التعلم العميق أن يحقق دقة كبيرة جدا، يعني تتجاوز حتى الدقة الموجودة عند الإنسان. يعني أعطيكم مثال هيك على السريع، أنه عام 1997 كاسبروف هذا تبع الشطرنج اللي يعتبر من
أذكى الناس في موضوع لعبة الشطرنج. تبارى 6 مباريات مع ديب بلو، هذا كمبيوتر من IBM، وخلال 6 جولات فاز الجهاز الكمبيوتر ديب بلو على كاسبروف، ولدرجة أنه في بعض الجولات أنه كان يتهم كاسبروف الكمبيوتر أنه يعني يغش. فهذا مثال قديش أنه الإنسان ممكن يطور خوارزميات ذات بعد عميق، وكيف أن تتجاوز أحيانا مستوى الأداء والذكاء عند الإنسان. نأخذ نظرة سريعة على تعلم الآلة. في الدرس السابق اللي هو المشين ليرنج، حكينا على المشين ليرنج وأقسام المشين ليرنج اللي هي سوبرفايز ليرنج، التعلم بالإشراف، وحكينا على الأن سوبرفايز ليرنج، التعلم بدون إشراف، وشفنا الأنواع سب كاتيجوريز لكل النوعين بالتفصيل، وأعطينا أمثلة عليهم في بايثون. reinforcement learning يعني بجوز هو أكثر شيء يتعلق في التفاعل مع البيئة المحيطة، زي مثلا عندك أنت إنسان آلي بده يمشي بطريقة معينة، فإذا في قدامه جدار كيف ممكن يتفاعل معه، يتعلم طرق أخرى يمشي فيها غير الجدار، كيف يروح على الباب، أو games ألعاب عن طريق rewards، يعطي ريوردز معينة إذا بفوز أو بحقق نجاح وإلى آخره. لكن إحنا موضوعنا اليوم هو Deep Learning. Deep Learning حقيقة هو إحدى أشكال المشين ليرنينج، وممكن بالديب ليرنينج تعمل سوبرفايز ليرنينج، ممكن تعمل أن سوبرفايز ليرنينج، وحتى بالمستقبل ممكن يعمل reinforcement learning أو حتى في الفترة القادمة. فأنا أدعي إنه reinforcement learning هو كمان راح يكون جزء من آليات التعلم العميق أو التعلم بعمق. فإذا التعلم العميق هو نوع خاص من أنواع تعلم الآلة اللي ممكن من خلال الابليكيشن تبعونه تطبق على سوبرفايز أو انسوبرفايز أو رينفورسمنت. طيب، تعلم الآلة والتعلم العميق، هلا شو علاقة تعلم الآلة والتعلم العميق؟ هلا التعلم العميق قلنا هو سب كاتيجوري اوف التعلم بالآلة. تعلم الآلة يبدا سير عمله كورك فلو، انه نعطيه الميزات ذات الصلة، نعطيه الفيتشرز اكستراكشنز اللي يتم استخراجها يدويا من الصور، ثم هو بيبدا يعمل تدريب على هاي الميزات والسامبلز لانشاء نموذج الذي يصف الاشياء في مثلا صورة معينة. لكن التعلم العميق يتم استخراج الميزات الصورة تلقائيا من الصور. هذا الجراف اللي هنا ببين لك مثال، مثلا لو انا عندي صورة معينة بالماشين ليرنينج انا بعطيه الفيتشر اكستراكشنز، بحكي له بعض الميزات على هذه الصورة، بيدخل هو في كلاسيفيكيشنز او تدريب، بعدين ممكن اعطيه الاوتبوت. وايل بالديب ليرنينج انا بعطيه الصورة وبخليه هو تو اكستراكت الفيتشرز الموجودة الصور حتى يعطيني الاوتبوت. فهيك انا اختصرت نقطة مهمة جدا كبيرة اللي يعني ممكن انها تكون تايم كونسيومينج، تاخذ وقت كبير. فهذا يعني الفرق بين الماشينز ليرنينج العادية والالجوريثمز العادية وبين الديب ليرنينج. طبعا في كثير صور انا اخذت من الويب سايت، فزي ما بتلاحظوا تحت انا حاط الريفرنسز لسم اوف ذا كونتنت او الصور اللي انا باخذها من الويب سايت. طيب لماذا التعلم العميق؟ يعني احنا عندنا ماشين ليرنينج الجوريثم سوبرفايز وان سوبرفايز وان رينفورسمنت، ليش اجي اتعلم التعلم العميق؟ حقيقه انه بيعمل بيعطيني بيرفورمانس كبير عند الداتا لما تكون كبيره. لاحظوا هون بس الماشين ليرنينج كل ما زاد الداتا هو بيزيد البيرفورمانس، بس بصل تقريبا للستابيليتي ما معينه والبيرفورمانس بوقف عندي هون. واي؟ انه ديب ليرنينج بضل يعطيني بيرفورمانس از اي جو. Deep learning, the more data you give للديب ليرنينج the more performance you can get. هلا خوارزميات تعلم الآلة التقليدية ليست مفيدة أثناء العمل مع البيانات ذات الأبعاد العالية، فأنا عندي أبعاد عالية بطل البرفورمانس يشتغل معي كويس بالماشين ليرنينج العادية بالالجوريثمز العادية. أما في التعلم العميق فالكفاءة بتكون بتزيد وبتعطيني more performance. طب ما هي دوافع معمارية التعلم العميق؟ الدوافع الموتيفيشنز بهذا التعلم العميق.
أولا يعني دماغ الإنسان لديه معمارية التعلم العميق، فأنا بحاول أنا تسيميليت أو أحاكي ما يجري في دماغ الإنسان. فدماغ الإنسان لديه معمارية التعلم العميق، تمثيل البيانات والتمثيل كل الأرقام والصور وكل ما يحتويه الدماغ تكون موزعة، مرات تكون كثيفة أو بتكون محدودة. الدماغ بطبيعته له قدرة على تحليل هذه البيانات عن طريق استخدام الخلايا العصبية والولوج إلى عمق الخلايا العصبية لحل مسألة معينة. الموضوع الثاني العمليات المعرفية والإدراكية واللي فيها حتى ذكاء، التحليل تبعها يبدو عميق في مخ الإنسان. يعني البشر بطبيعتهم وأدمغة الإنسان والخلايا العصبية الموجودة تدخل، وخاصة الأشياء المعرفية والإدراكية اللي بدها فهم وتحليل وذكاء، هذه تحتاج إلى تفكير بعمق. هذا هو موضوع العمليات المعرفية والإدراكية تبدو عميقة وعلاقتها بالمعمارية في التعلم العميق. آخر شيء أنه إمكانية الخطأ إذا كان العمق غير كافي. مرات الإنسان بجوز بيحكم بسرعة، في مثل يعني مرات بيكون الإنسان بيحكم بسرعة على شيء بيطلع غلط، وهل إذا قعد وفكر بشوية بعمق يعني بيطلع مظبوط. فهذا بالضبط اللي أنا بدي أحاول أوصل له، إنه the more you think, the more deeply you think, the more accurate information you will get. كلما ولجت الولوج في التفكير العميق في شيء معين، في مسألة معينة، the more you can get the answer. حتى على مستوى مثلا التذكر، مرات الواحد بيقول انا والله بجوزني متذكر هالشغله او مش متذكرها، بس اذا فكرت شويه وركزت فيها بعمق اكثر فتصل الى انك انت عارف الشخص او صوره معينه. امثله على التعلم العميق، الكثير من الامثله على التعلم العميق فيها اشياء لها علاقه بالتحكم الصوتي، مثلا في اجهزه مثل الهواتف ولا اجهزه التلفزيون وكبارات الصوت، اداء مهام التصنيف من الصور والنصوص والأصوات كما هو الحال في الأمثلة اللي أعطيناها في المشين ليرنينج، القيادة التلقائية حيث يقوم الديب ليرنينج بالمرات بإعطاء مثلا إنذار إنه في إشارة توقف أو إشارات مرور، فهذا يعني يقلل موضوع الحوادث. كذلك في الفضاء والدفاع يستخدم لتحديد أجسام الأقمار الصناعية التي تحدد المناطق ذات الأهمية وغيرها. في البحوث الطبية مثلا لاكتشاف أمراض السرطان في خلايا معينة، وفي إيجاد عقاقير فعالة للأمراض المزمنة خاصة. الأكمدة الصناعية خاصة في الصناعات والمصانع اللي فيها عمال كثير فتحسن موضوع السلامة، خاصة إذا إنسان كان قريب من آلة معينة بشكل غير آمن. في الإلكترونيات في السمع الآلي وترجمة الكلام. في الألعاب والمسابقات خاصة مثلا أعطيكم مثال على IBM واتسون، وهو يعني مثال good example على الديب ليرنينج وكيف قدر إنه يدخل على مسابقة ويفوز في على اثنين من كبار الأشخاص اللي عندهم معلومات معينة، فحطوا IBM واتسون يسوي مباراة معهم وفاز IBM واتسون على المتباريين. طبعا موجودة في الألعاب ولها يعني تمثيلات كبيرة جدا. حتى نفهم موضوع الديب ليرنينج والتعلم العميق لازم طبعا ندخل على دماغ الإنسان ونفهم شيء مهم جدا فيه. دماغ الإنسان مكون من خلايا عصبية بكل سهولة. الخلية العصبية زي ما انت شايفين هيها مكونة من نواة ومكونة من النهايات العصبية المستقبلة للإشارات والمحور العصبي والنهايات العصبية المرسلة للإشارة. فهذا هو تركيب الخلية العصبية بشكل مبسط. الآن لو عندي أنا خليتين عصبيتين كيف بتشاركوا مع بعض أو كيف يتم الاتصال بينهم؟ هي عندي خلية عصبية وهي عندي خلية عصبية، فمن خلال المحور في عندي هون نهايته زي ما قلنا هنا، في عندي النهايات العصبية المرسلة للإشارة، فهيك أنا بقدر أرسل إشارة من خلية عصبية من هون إلى خلية عصبية ثانية. طيب شو دخلوا هذا الموضوع او بعلاقة التعلم بعمق؟ هلا بعد شوي ان شاء الله خلال هالشرائح القادمة راح نفهم الموضوع بكل يسر. الان اذا هذا دماغ الانسان، وطبع دماغ الانسان مكون من
من بلايين بليونز مليارات الخلايا من هذا النوع. فسبحان الله عما يقولون. يعني تخيلوا دماغ الإنسان قديش فيه خلية عصبية، هذا اللي الدماغ الأبيض اللي بنشوفه داخل جمجمة الإنسان، مكون من 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 مليارات الخلايا العصبية. وتخيلوا قديش فيه النهايات العصبية الموجودة هون، في تريليونز تريليونات من الخلايا العصبية. فهذول بس خليتين عصبيتين. فالرؤية عند الإنسان، الرؤية فيها ملايين أو مليارات الخلايا المسؤولة عن الرؤية، والسمع كذلك، واللمس كذلك، وجميع الأمور الأخرى لها، كيف حتى كيف يعني الإنسان جسم الإنسان يعمل، في خلايا عصبية مسؤولة عن هذا الموضوع. الآن حكينا عن الخلية العصبية في دماغ الإنسان، وهذا عندي خليتين عصبيتين. يا ترى كيف أنا ممكن إني أحاكي هذا النموذج إنه عندي خلايا عصبية، وأوجد نموذج في الحاسوب يماشي هذا أو يحاكي هذا، ولو بشيء بسيط؟ طبعا إحنا لن نصل على الإطلاق مهما عملنا إن نحاكي دماغ الإنسان 100% على الإطلاق. هذا خلق الله عز وجل، والأشياء الموجودة في دماغ الإنسان لا يعلمها إلا الله عز وجل، والعلماء مهما اجتهدوا لن يصلوا لذلك. لكن احنا بدنا نحاول نحاكي بعض المفهوم العام لخلايا الانسان وكيف تشتغل، عشان احنا نبني نموذج على الكمبيوتر يحاكي هذا النموذج. فهذا هو النموذج البيولوجي في مخ الانسان. فانا بكل سهوله عندي بعمل نودز، هاي نود نود نود، هاي بسموها الانبوت لاير، الادخال، طبقه الادخال، وبعمل اذر لايرز، وبوصل العصبون هذا مع العصبون هذا، بسمي هذا عصبون او الخليه عصبيه، وهي خليه عصبيه، وهي خليه عصبيه، وهكذا. وبكون عندي خلايا عصبيه للادخال، وخلايا عصبيه، بعدين بنحكي ايش من هذول الهيدن المخفيه، بعدين في عندي خلايا عصبيه للاخراج. فعندي اذا عندي خليتين هنا موجودات واتصلت بالطريقه هاي، بالطريقه انا بقدر اربط هاي الخليه العصبيه مع هاي ومع هاي ومع هاي ومع هاي، وهي مع كل هذول، وهي مع كل هذول، وهكذا. طيب انا شو الهدف من الربط هاي الخلايا العصبيه؟ لو اخذ انا خليه عصبيه واحده، هي خليه عصبيه واحده، واشوف كيف انا ممكن من خلال هالخليه العصبيه اعمل او احاكي الشيء اللي بيصير بعقل الانسان او في مخ الانسان. فاذا عندي ادخال مثلا قيمه معينه هون، عندي اربع مدخلات الانبوتس، بعطيهم ويتس، بعطيهم وزن، وبضرب كل وزن مع المدخل، وبرد اجمع مع الوزن الثاني مع الويت الثاني، بحيث اني اجمع كل مضروب الانبوتس مع الاوزان مع بعض، بطلع معي انا صم هون. هذا الصم فيه له عتبه معينه، اذا هاي كانت بوزيتيف مثلا او اكبر من رقم معين، اكبر من العتبه او تساوي العتبه، بعطيني اون، بقول لي انه النتيجه بوزيتيف، والا بعطيني نيجاتيف. هاي خليه عصبيه واحده موجوده عندي هون، فيري سمبل. فانا سمبلي اذا عندي هون خليتين انبوت وعندي لاير هون، بعطيهم ويتس معينه، انا ممكن اعطي طبعا راندوم ويتس بالبدايه، بعدين اصير احسن اعمل تريننج بحيث انه الانبوتس لازم يعطيني الاوتبوتس بيس على الاوزان اللي انا بالنهايه راح اطلعها. هذا النموذج تقريبا يحاكي ما في مخ الانسان، ما في المخ الانسان الطبيعي. هسه هنا بحكي انا على ويتس، وبحكي على اوزان، ارقام معينه. في مخ الانسان الخليه العصبيه فيها شغلتين، فيها كهرباء وفيها كيمستري، كيمياء. فبصير التحفيز من خليه لخليه عن طريق يصل لمحفز لنبضه كهربائيه بدرجه معينه مع تفاعل كيماوي بدرجة معينة. طبعا هذا ما زالت في أبحاث كبيرة جدا بالموضوع، إنه كيف بصير التحفيز هذا في الخلية العصبية الحقيقية، وإيش الكيمياء، السحر الكيمياء اللي بصير في هاي الخلية العصبية، وكيف بتصير، شو علاقة الكهرباء بالكيمياء في هاي الخلية العصبية، وكيف إذا عندي billions of الخلايا العصبية، مليارات الخلايا العصبية، كيف يتم تحفيزها، وكيف ممكن يطلع عندي مثلا جواب صح او غلط. هذا هو السر في الموضوع.
وأسرع راح يعني نعطي أمثلة ونوضح شو دخل هذا بالتعلم العميق. الآن حكينا أنه أنا عندي طبقة إدخال مدخلات، وعندي هون إشي اسمه Hidden Layers. Hidden Layers بصير فيها Computation، حسابات معينة، وعندي Output Layer. فالInput Layer هون عادة بشكل عام ما بعمل Computations، اللي بتعمل Computations هم Layers اللي بعديها، والOutput عبارة بس بتطلع لك Output Layer. ففي عندي طبقة الدخول أو الإدخال اللي بتمرر المدخلات للطبقة الثانية، عندي الطبقة الخفية اللي بيتم فيها الحساب ويتم فيها كل الماثماتيكال اوبريشنز اللي بتصير، وبعدين بصير في عندي ممكن يكون عندي انذر لاير او ثيرد لاير الى اخره لحد ما يطلع عندي اوتبوت. هسه العمق مفهومه اللي هي قديش انا عندي هون هيدن لاير. العمق، كلمه العمق لازم افهمها واعرفها، انه انا قديش انا عندي ديبث، عمق، وكم عندي انا هيدن لاير، قديش عندي طبقه خفيه هون. هذا هو العمق. هسه نعطي امثله على الموضوع. طبعا النيورال نتوركس في منها كثير انواع، البيرسبشن، في عندنا الفيد فورورد، راديال بيس نتورك، وكثير في نماذج للنيورال نتوركس، في كثير نماذج للنتوركس. هنا مثلا عندي بس انبوت واوتبوت لاير، وعندي انبوت مع اوتبوت مع وان لاير ان بتوين، هنا عندي تو لايرز ان بتوين الهيدن لايرز، وهكذا. طبعا هذول يعني في بالسوبرفايز وان سوبرفايز ليرنينجز في امثله على النيورال نتوركس العاديه اللي ممكن تطبقها عشان تصنف تصنيف معين او تعمل بريدكت ريجريشن او حتى تجي مع تسوي كلاسترنج. في ممكن تطبق بعض النيورال نتوركس سهله بالموضوع. طيب التعلم العميق، انا عندي النيورال نتورك اللي هي بيسموها نيورال نتورك، فيها انبوتس وفيها هيدنز يعني هيدن لايرز، وفي عندي اوتبوت. هاي فيري سمبل نيورال نتورك، وهي تستعمل في حل المشاكل السهلة جدا. نفسها إذا أنا بضيف لها أكثر من ديب أو أكثر من هيدن لايرز، إذا عندي مثلا واحد اثنتين ثلاثة أربعة هيدن لايرز، بصير عندي أنا عمق. هذا العمق اللي أنا بدخل فيه والدبث، هذا هو مفهوم التعلم بعمق. قديش أنا عندي لاير، كل ما زادت اللايرز الموجودة عندي هنا بين الانبوت والاوتبوت، كل ما أنا صرت عميق بشكل أكبر وبشكل أكثر. هاي الفرق بين سمبل نيورال نتورك العاديه اللي بحل بها مشكله عاديه سمبل، وبين نيورال نتورك كبيره معقده اللي فيها كثير هيدن لايرز. الان شبكه النيورال نتورك الديب ليرنينج بتكون بجزء اقرب ما يكون بالشكل هذا، عندي كثير كونكشنز وكثير عندي لايرز وهيدن لايرز بين الانبوتس وبين الاوتبوتس. Each hidden layer can be seen as individual machine learning algorithm on its own. كأنك بتقول، كأن بمعنى أنك كل layer هون عبارة عن machine learning. هاي machine learning، هاي machine learning، وهاي machine learning. إذا بتراجع machine learning الدرس اللي سابق اللي أخذناه، يعني ممكن تعتبر أنه كل layer من هون hidden layers هي بحد ذاتها machine learning. فالدبث هذا والعمق اللي بعطيني إياه هو هذا أجت موضوع الديب ليرنينج أو التعلم بعمق. طيب حتى نبسط الأمور أكثر ونفهم شو ليش ديب ليرنينج، يعني وشو اللي قاعد بصير بمخ الإنسان وليش أنا بدي أمثله. لو أنا يا ترى بدي أشوف الفيجن، كيف الإنسان بشوف شغلة وبأخذ قرارات أو بعرف إن هاي الشغلة إيش هي هاي الشغلة أو بتذكر، بدي أخذ هاي إنه إنسان من خلال العين شاف مثلا وردة مثلا. اللي بصير بالدماغ انه العين ترسل اشارات الى منطقة معينة بالدماغ. هاي اللاير اللي هنا اللي هي منطقة خلينا نسميها فور ناو، هاي للرؤية بس، هاي اول لاير للرؤية. فهاي اول لاير ممكن تميز الاشياء البسيطة زي مثلا شيبس، زي مثلا لاينز، سيركلز، دوائر، مربعات، خطوط. هاي اول لاير. واللاير الثانيه بصير تعطي دبث اكثر، بصير تعطي معلومات اكثر، فممكن تعطي كلرز مع شيبس. فبصير تقريبا اللاير الثانيه هاي بتقول لك انه هذا ممكن يكون عباره عن زهور للورده هاي. The more deep we go بصير عندي معلومات اكثر. اللاير اللي بعديها بيقول هاي عباره عن ورده وهلونها احمر وشكلها الفلاني
واللاير اللي بعدها بقول لك هاي اسم، هلا اسمها هاي الورده كذا، الياسمين، الورد الجور الى اخره. فاللاير layers the more you go deep the more information you can get and retrieve. كل ما دخلت اعمق وعملت ولوج اكثر في الخلايا العصبيه باللايرز هاي، كل ما انت استرجعت معلومات اكثر عن هاي، عن هذا اللي انت شفته اللي هو الجسم. واللي بصير كذلك حتى بالميموري بالذاكره، انك انت تدخل على نيورال نتوركس معينه على لاير معينه، بعدين تدخل بشكل اعمق بتصير تتذكر شوي شوي، تدخل اكثر على لايرز اكثر بتصير تتذكر بشكل اكبر كبير، وهكذا لحد ما تصل انت للانفورميشن. بعدين بقول لك انه عباره عن هذا مثلا ورده، او هذا شخص معين كان معك بالمدرسه او بالجامعه. فهاي الديب هذا هو العمق، انه في لايرز معينه بتكون عباره زي تقريبا زي انبوت لها اشياء معينه، لايرز بعديها نيورال نتوركس بتاخذ بتعطيك معلومات اكثر، لاير بعديها بتعطيك معلومات اكثر، وهكذا. ونفس الشيء احنا باليونر نتوركس والتعلم عن طريق النيورال نتوركس بصير معنا. سبوز انه انا عندي بيكتشر زي هيك، فبتعرف مثلا هاي البيكتشر لمين وهاي البيكتشر لمين وهاي البيكتشر لمين، بدخل على النيورال نتورك بدربها، وبعد التدريب بصير كل لاير تقوم بشيء معين. مثلا هنا بعرف انه اول 3 لايرز بعرف انه هاي عباره عن ليست اوف بيكتشرز. اللاير هاي بصير هاي بقول لك هاي عباره عن فيسز، يعني تو ريكوجنايز فيسز. اللاير اللي بعديها بقول لك هاي الفيسز موجودة، ممكن تكون أسميها X و Y و Z، وهي الأوتبوت. فأنا قاعد بعمل سيميوليشن لما يدور في في مخ الإنسان، بعمل محاكاة لما يجري في مخ الإنسان. فهذه هي مفهوم التعلم العميق، أو تعلم عن طريق النيورال نتوركس، عن طريق الخلايا العصبية. مثال آخر، مثلا انا ممكن اعطي للنيورال نتورك، اعلمها اول شيء انه مثلا ايش عندي صور، مثلا صور هنا كلاب وصور قطط مثلا، فبعمل تريننج لها. اول لاير، ثاني لاير بتعمل اكستراكشن للفيتشرز، يعني ملامح كل صوره، وبتكون نتوركس وبتكون معلومات. ذا مور ديبر اي جو ذا مور اكستراكشنز راح يصير عندي، وتفاعل اكثر حتى تفهم هاي الصوره. اذا بطلع عندي اي ايرورز ترجع من البدايه، يفيد ان للاير معينه، وذاك تتعلم فيها لحد ما انت تكون عندك الايرورز زيرو. لما الايرورز يصير زيرو ممكن اعمل هذا ديبلوي، ديبلوي اني انفذ هاي الالجوريثم. ممكن الان اعطيه صوره والالجوريثم يقول لي عباره عن مثلا هاي صوره كذا، وهي صوره مثلا قط والى اخره. فعملت قدرت اني اعمل سيميليشن لما يجري في دماغ الانسان. الآن خوارزميات التعلم العميق بشكل عام موجود أكثر من خوارزمية، بس أنا بدي أعطي إكزامبل على 3 اللي هم Deep Neural Network، زي اللي إحنا شفناه قبل شوية، اسمها Deep Neural Network، التعلم العميق عن طريق الخلايا العصبية، شبكة الخلايا العصبية الاصطناعية. في Convolutional Neural Network، وهذا مجال واسع وكثير في إكزامبلز عليه على الانترنت. وفي ريكرنت نيورال نتورك. هذول الثري الجوريثمز في امثله انه وين ممكن يستعملوا. بعض الامثله على الخوارزميات التعلم العميق، لو حكينا على اول نوع اللي هو الديب نيورال نتوركس، مثلا نحكي على الفاينانس وعلى المانيفاكتشرنج، على الاشياء الماليه والاشياء التصنيع مثلا ممكن تستعمل كثير. الكونفوليوشنال نيورال نتوركس ممكن تستعمل بالريتيل، بالمبيعات، ستلايت، اوتوماتيف، الهيلث كير والانشورنس. وريكيرنت نيورال نتوركس فور سيكونس داتا ممكن تستعمل بالكاستمر ساتسفاكشن، سوشيال ميديا، الفوتو والفاينانس. الان ناخذ مثال بسيط على خليه عصبيه واحده عشان نفهم موضوع الخلايا العصبيه، النيورال نتوركس الاصطناعيه، ونشوف كيف ممكن نحل المشكله. انا عندي مثلا هنا مشكله معينه اللي هي بدي اخلي الكمبيوتر يعني يتعلم على هالانبوتس وعلى هالاوتبوت اللي موجود عندي 001، الاوتبوت 0، وهكذا. فهل بقدر اني اسوي نموذج يحاكي الخلايا العصبيه في الدماغ؟ يس اي كان. هلا بنشوف مثال على بايثون، بس في بعض الملاحظات ما يلي. اول ملاحظه انه هاي عباره عن انبوت، هاي عباره عن انبوت لايرز، وهي عباره عن اوتبوت لاير. الجراف اللي شايفينه هذا بسموه سيجمود فانكشن. لما اصير اضرب الاوزان واصير اضرب الاوزان بالانبوتس بصير يعطيني ارقام، والارقام هاي ممكن تكون كبيره.
فهذا الفانكشن اللي زي ما انت شايفينه اللي 1 على 1 زائد اي اوف ماينس اكس بيحول لي اي رقم من 0 ل 1، تعطي اي رقم حتى لو كان بالملايين بحول لك اياه من 0 ل 1. فهيك بصير انا اي كنترول هاي الارقام. فبعد انا ما ادرب هاي النتورك اللي راح نشوفها بعد شوي بالبايثون راح يعطيني الاوتبوت اذا لهي القيم هاي بعطيني الاوتبوت. فبعد ما اتدرب ممكن اعمل بريدكشن لهم بعطيني الاوتبوت. تلاحظوا هنا 0.00 يعني 0 هذا 0، هنا 0.9 اللي هو ال 1، وهذا 0.99 اللي هو 1. فبعد ما ادرب ويطلع لي الاوتبوت بعطيني هاي النتيجه زي ما انتم شايفين هون. فهي بعض الملاحظات البسيطه. طبعا اذا عندي انا لاير 1 ولاير 2 في عندي هون بكون ويتس، بصير اضرب الارقام الانبوتس بالاوتبوت بعطيني قيم. وهون القيم هاي بعملها اكتيفيشن عن طريق اول شيء بحول القيم المضروبه الانبوتس بالويتس بدخله على هذا الفانكشن اللي هو بالرسمه هاي زي ما انتم شايفين. ناخذ مثال بسيط جدا على الموضوع. لو فرضنا انه انا عندي مثلا هاي الانبوتس الري مكونه من 001 01 هاي الانبوتس والاوتبوت هيها. فاول رو هون هاي الاوتبوت تبعه 0، ثاني رو هاي الاوتبوت تبعه، ثالث رو هاي الاوتبوت تبعه، والرابع رو هاي الاوتبوت تبعه. فلاحظوا بصيرش 1 1 الا اذا كان عندي، اذا بتلاحظوا 1 1 بالانبوتس اول خانه 1 والثاني 1 بعطيني 1. ها فهي الانبوتس وهي الاوتبوت. كيف ممكن اني اخلي الكمبيوتر يتدرب عن طريق ابني خليه عصبيه سمبلي فيري فيري سمبل ابنيها ويطلع عليها؟ سمبلي اول شيء انا بستدعي اللايبرري اللي هي نمباي. ثانيا بطبق هذا السيجموند فانكشن بحطه عندي هون سيجموند فانكشن وببنيه بالطريقه هاي. بعدين بعمل انا مثلا راندوم للويتس اول شيء، راندوم نمبر للويتس. بعدين بدخل في iterations بسموها الايبوكس. الايبوكس يعني الفتره، لكل فتره بده يسوي ما يلي. حط layer of zero اللي هي اكس، هي الاكس اللي هي layer of zero اللي هي انبوتس حكينا فيها. بعدين layer of one دخل عليها sigmund function. بعدين بشوف الايرور. الايرور ممكن اجيبه عن طريق اني انقص الاوتبوت من الـ من الـ من الـ من الفاليوز اللي اعطاني اياها هون بالفاليو هاي. فاذا مش متشابهه يكون في عندي ايرور معين. الايرور هذا بعمله في دلتا، وبعدين بزيد او بعمل يعني للويتس بعمل له ادجستمنت، بعمل ادجستمنت للويت لفاليو معين، ما بدخل في الايتريشن رقم 2 وبدخل الايتريشن رقم 3 بظني ادرب فيه لحد ما يوصل هون مثلا ل 10000. لما يوصل ل 10000 بكون هو عمل ادجستمنت للويتس اللي ذكرناهم قبل شوي بالدياجرام لقيم معينه، بحيث اذا ضربت هاي القيم بالويتس يعطيك هاي الاوتبوت. اذا ضربت هاي القيم اول قيم بالويتس بعطيك اول قيمه هاي، ضربت الويتس اللي حكينا عنها بالفاليوز هاي بعطيك القيم الثانيه، وهكذا وهكذا. فهذا المثال الاوتبوت تبعه لما تطلع الاوتبوت طلع لي ما يلي: هاي اول قيمه، هاي الويت تبعته والفاليو تبعته، والثاني والثالث والرابع. فهذا بعد التريننج شو طلع معي؟ وان سنجل لاير سمبل لاير انبوت واوتبوت فيها بالطريقه هاي، وزي ما شايفين ستريت فورورد. والكود موجود بهذا اللينك، يو كان جو اند ايفن يو كان دريل داون فيه لانه مشروح بطريقه تفصيليه. مثال كمان سمبل، لو انا عندي هاي الانبوتس وعندي هون الاوتبوتس، I can do the same thing عن طريق even more simple iterations. زي ما انت شايفين عندي هون عندي هاي الاوتبوت، بعدين بطلع له بشوف الويتس وبعمل adjustment للويتس بالطريقة هاي، فبطلع لي الـ predictions لفاليو جديدة. فلاحظ انا عملت قايل له انا predict 100 و000، طلع predict لهاي القيمة اللي هي 0.9 وهاي القيمة اللي هي 0.5. فهذا مثال اخر موجود بهذا الويب سايت عن طريق سنجل نيورال نتورك، فيري سمبل فيري ستريت فورورد. الان لو بدي اشوف انا خليه عصبيه متعدده اللايرز، يعني عندي الانبوت وعندي لاير واحده وعندي الاوتبوت لاير، ولو عندي انا هذا المثال هاي الانبوت وهي الاوتبوت، وبدي اطلع انا اي نيد تو بريدكت الاوتبوت لنيو سيتويشن اللي هو عليه كويشن مارك هون، كيف ببني الالجوريثم؟ هذا مثال جبته من هذا اللينك سمبلي هون، يعني مظبطه بطريقه افضل. عملوا كلاس اسمه نيورال لاير
وذي ديفاين الفاليو هاي بطريقه معينه هون عشان اول لكل لاير. بعدين عمل النيورال نتورك شبكه كامله اللي هي ممكن تتكون من اكثر من لاير. فالنيورال نتورك عمل انيشيشن لها وعمل ديفاين للسيجمنت فانكشن وعمل الترين اللي هي اهم شيء هون الترين للنيورال نتورك. فهنا بدخل على اللوب بشوف الاوتبوت بعدين بدخل على الايرورز وباخذ الدلتا ولا اللاير 2 ولاير 1 بعمل ادجستمنت و بظبط الويت حسب الادجستمنت اللي عملها هون. مور ايفن فانكشنز على الموضوع اللي هو ديف ثينك اللي هو بعمل بريدكت بعدين بيطلع لي الويتس. فانا لو بدي اسوي شبكه عصبيه اللي احنا شفناها شايفينها هون اللي قبل شوي ذكرناها مكونه من لاير واحده ولاير الثانيه وتو لايرز. فبعرف اول لاير مكونه من اربع عصبون والادخال تبعها ثلاث ادخال اي واحد اثنين ثلاث بتدخل هون. واللاير الثانيه مكون من عصبون واحد وفور انبوتس هي 1 2 3 4 عصبون واحد واربعه بعرفهم بالطريقه هاي. بعمل كونستراكت للنيورال نتورك بودي له لاير 1 ولاير 2 وبطبع الويتس هو بس اي كول ات ذاتس ات اي كان ترين ذن هاي اللاير اللايرز كلهم اي كان ترين ذم عن طريق انا بدي ادخل فيه هاي القيم 001 بعطيني 0 011 بعطيني 1 هاي الانبوتس وهي الاوتبوتس. فهيك انا صار عندي فاليوز صار عندي فاليوز هون انبوتس واوتبوتس بوديهم انا للترين وذن اي كان ناو بريدكت بقول له ثينك 110 شو بعطيني هون اعطاني هي قيمتها اللي هي تقريبا 0 which does make sense المفروض تعطيني انا 0. هاي الاكزامبل الموجود بالتفصيل في هذا اللينك الموجود تحت هون. You can go and you can يعني see how you can construct المالتي او وان سنجل تو لايرز معموله بالطريقه هاي. طبعا في كثير يعني مدارس في هذا الموضوع. في ناس بتعتبر الاوتبوت هي اللاير في ناس بتعتبر الاوتبوت ما بتعمل كالكوليشنز it just passes the output. اذا بدي اعمل مالتي لايرز اي كام بخلي بس عندي انبوت عباره عن ادخال واخراج والتو لايرز بعملهم بالمنتصف وبعمل الكمبيوتيشنز. طبعا النيورال نتورك العاديه هاي بالكود العادي هذا راح تكون صعبه كل ما عملت لايرز اكثر كل ما صعب الكود اكثر. لذلك في لايبرز موجوده في بايثون بتعمل لك الديب ليرنينج بتعمل لك الديب ليرنينج. احنا لسه ما بنحكي قاعدين احنا فقط على سمبل نيورال نتوركس وليس الديب ليرنينج. لغة بايثون انا عندي مجموعة لايبرز تخليني اعمل الديب ليرنينج. اول واحد اسمها ثيانو بعدين تنسر فلو لازان كيراس والام اكس نت. هذول اللايبرز حقيقة يو كان بيلد فيهم ديب ليرنينج نيورال نتورك وكثير في اكزامبلز على النت. هسه بعطيكم جزء من هاي الاكزامبلز ريفرنس لهم سو يو كان انتو ريفيو ذم. بس هذول اللايبرز بيشتغلوا مش بنفس الطريقة اللي شرحت فيها الكود قبل شوي. هذول فيهم بلت ان يعني كلاسز يو كان كول حتى تعمل موديل كامل للديب نتورك وكيف تتعامل معها. فانا بشجعكم تشوفوا اول وحده والثانيه لانهم كثير في عليهم اكزامبلز وتنزلوا اللايبرز وتشوفوا على اللي هاو تو دو ديب ليرنينج اكزامبلز على بايثون. هذول بعض اللينكس انه هاو تو كرييت ديب ليرن ديب نيورال نتوركس حوالي 6 7 اكزامبلز وبنصحكم تشوفوهم جميعا او تبحثوا بالنت عن طريق تبحث عن بايثون ديب ليرنينج سمبل كود مثلا تبدوا فيه. ممكن تستعملوا اللايبرز اللي كنا قبل شويه او ممكن تعملوا كود بس الكود راح يكون العادي اللي بدون هاللايبرز راح يكون شوي اصعب. بكون هيك غطيت الديب ليرنينج از ان الايدياز بيهايند الديب ليرنينج وشو علاقته بالخلايا العصبيه وشو معنى كلمة ديب ووين ممكن استخدم الديب ليرنينج. وانا بشجع الناس حقيقة واللي بده يعمل حتى رسائل في الماجستير والدكتوراه يركز على الموضوع لانه it's a hot subject. IBM they are investing يعني lots of money يعني في هذا الموضوع كما حال الشركات الاخرى وكذلك الجامعات. لانه اذا توصلنا لها موضوع الديب ليرنينج وعملنا إلو implementation بطريقة مضبوطة راح حقيقة تكون هاي بداية real artificial intelligence في الروبوتس
انه كيف عندي انسان آلي حقيقي ممكن يتعامل في مشاكل الحياة، ممكن يمشي، ممكن يروح ويجي، ممكن انه يسوق سيارة ويطلع، ممكن انه يحل لي مشكلة معينة، ممكن انه استعمله في الـ في الـ في الألعاب او في مجال الفضاء واكتشاف الفضاء وهكذا. فأنا بشجع الجميع انهم يدخلوا بعمق في الديب ليرنينج ويشوفوه بشكل اكثر، ويشوفوا الالجوريثمز اللي لها علاقة بالموضوع، ونشوفكم ان شاء الله في درس قادم بإذن الله.